اخي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وش راهم ناس باريكة؟ لاباس الحمد لله، عايش الحمد لله. باريكة هالمدينة الجميلة، المضيافة، اهلها طيبين ما شاء الله. مرحبا بكم. الله يسلمك اخي الكريم. انت طالب جامعة قلت لي؟ ايه. وش متخصص تدرس؟ علوم اقتصاد. علوم اقتصاد. وش سنة؟ بروميير. سنة اولى. ان شاء الله كل التوفيق. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق كذلك في الإجابة على سؤال البرنامج، برنامج مصحفي اللي يقول: أذكر مجموعة الستة اللي فجروا الثورة التحريرية المباركة. كان الستة اللي داروا اجتماع قبل ثورة نوفمبر المجيدة، شكون هما مجموعة الستة مفجروا الثورة التحريرية المباركة؟ أمير عبد القادر. لا، الأمير عبد القادر كان قبل يعني ثورة بكثير، ها كان في يعني أوائل القرن 19، مقاومة الأمير عبد القادر. ما أعرف. الله، ما عندكش جواب؟ نشكرك أخي الكريم، شكرا على المشاركة، ونقول لك رمضان كريم، كل عام تب ألف خير إن شاء الله. يا ربي يعيشك. مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مدينة بريكة. الله يسلمك، شكرا. مرحبا بكم. شكرا، بارك الله فيكم وفي كل ناس بريكة. الله يشرفك إن شاء الله. الله يسلمك، شرف كله لينا. شرفنا. الله يسلمك، شكرا. نطرح عليكم سؤال البرنامج سيدي اللي يقول: من هم مجموعة الستة الذين فجروا الثورة التحريرية المباركة؟ يعني آخر اجتماع قبل اندلاع الثورة التحريرية المباركة كان في 23 أكتوبر 54، شكون اللي حضر هذاك الاجتماع؟ صح، أنا نزيد الثورة. أنا نزيد الثورة. الله يبارك. لكن عندي ممكن كاين رابح بيطاط، كاين المرحوم بوضياف، كاين هذا عارف منهم جوج ولا ثلاثة.
يحفظها في المتحف السي الخضر في باركي. تحف في كاين كاين تحف اللي العمر تاعهم حوالي 260 سنه اللي راهم عندنا. الله يبارك شوقتنا باش نشوفها. عندنا متعدد الهوايات يعني عندي متحف تاع الاعلام الوطنيه، متحف رياضي ومتحف تقليدي. جميل جدا، نروحوا المتحف الرياضي كذلك ومتحف الاعلام الوطنيه ومن بعدها نروحوا للمتحف. على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، بارك الله فيك. شكرا لكم، ونحن جد سعداء بوجودكم هنا في بيناتنا، ونتمنى أننا كنا عند حسن ظنكم وربي يوفقكم إن شاء الله. أكيد نتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. هي هبة من المولى عز وجل أن يرزقك هذا الجود والكرم، نتمنى إن شاء الله أن يديمها المولى عز وجل نعمة. مشاهدينا الكرام، نحن نودع الآن سيد الخضر مباركي سائلين المولى عز وجل أن يجعله ذخرا لأهل بريكة وللجزائر ككل، وأن يبارك الله في أهله وماله وبدنه يا رب العالمين. ما أنتم مشاهدينا الكرام، فندعو للبقاء معنا والتعرف على الإجابة الصحيحة وكذلك التعرف على الفائزين معنا في عدد اليوم. سلام.
لازم تحسبي لي انت درك انا نعاود ونحسب لك معليش خذ راحتك. رابح بيطار كريم بالقاسم العربي بن مهيتي مصطفى مبولعيد ديدوش مراد ومحمد بوضياف. ومحمد بوضياف اجابتك صحيحه سيدي، هنيئا لك الفوز معنا بهدايا برنامج مصحفي. قناة القرآن الكريم تقدم لك هذا المصحف الشريف من إهداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نقدم كذلك الراية الوطنية اللي تهديها لنا أو اهدتها لنا وزارة المجاهدين. طبعا تفضل. وسلسلة من أمجاد الجزائر قدمها لأطفالك حتى يتعرفوا على أبطال الجزائر اللي بفضلهم رانا ننعم بالحرية والاستقلال. معليش نحطوهم. وهدية ممول البرنامج هذا التلفاز من إهداء ستريم. نعم نقول لك هنيئا لك سيدي. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا. مرحبا بكم في بلدية بيطعم، بلدية بيت الطعام، بلدية بيطعم، بلدية المضيافة. كنا سعداء بحضوركم، و يعني كنا قلتوا لنا كنا يعني نكونوا أكثر من هكا في استقبالكم.